مرحبا، وصفتنا لليوم كيكة التمر والهيل. أول شي رح نجهز كل مكوناتي، ورح جهز أول شي الطبقة يلي رح حطها على فوق، هي عبارة عن طحين، سكر بني، زبدة وفستق أو أي نوع مكسرات أنتو بتحبوها. رح أخلطهم كلهم مع بعض وحطهم على جنب. من بعدها رح أخفق الزبدة والسكر مدة 4 لـ5 دقايق. من بعدها رح أضيف الفانيلا والبيض، كمان اخفقن. هلا رح اخلط كل المواد الجافه مع بعض، رح بلش ضيفهم بالتدريج على الزبده والبيض. هلا رح اضيف اللبن الزبادي ورح اقلب كمان. واخر شي رح اضيف التمر وقلب كتير منيح. هلا رح احط الخليط بالقالب المستطيل، دهنته شوية زيت ورشيته بالطحين. رح افرده كتير منيح بشكل متساوي وحط الخلطة على الوش اللي جهزتها اول شي، ورح حطه بالفرن على درجة حرارة 180 لحد ما يستوي، تقريبا بياخد 45 دقيقة. هلأ من بعد ما استوى الكيك خليته يبرد، من بعد حطيت على الوش صوص القهوة. صوص القهوة هو عبارة عن سكر بودرة وقهوة سائلة، خلطتهم مع بعض منيح ومن بعد حطيته على الوش، وهيك صارت الكيكة جاهزة. وبالعافية عليكم.